الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا اللقاء سنتحدث ونتكلم عن كيفية إنشاء الاستبانة الإلكترونية باستخدام خدمة جوجل فورم. أولا ادخل على صفحة جوجل الرئيسية، ثانيا اضغط رابع المستندات Documents لتنتقل إلى الشاشة المستندات الخاصة بجوجل. ثالثا اضغط زر إنشاء أو Create الموجود على اليسار، ثم اختر أمر Form من القائمة التي ستنسدل، وتظهر الشاشة إنشاء الاستبانة أمامك. ثم اكتب عنوان الاستبانة في الخانة الموجودة أعلى النموذج، ثم أضيف السؤال الأول في الاستبانة في الخانات التالية، واختر نوع السؤال من قائمة Question Type. خامسا اضغط زر Done لتضمين السؤال في الاستبانة. ثالثا اضغط زر Add Item لإضافة السؤال جديد، واختر نوع السؤال من القائمة المنسدلة. سابعا اضغط زر Save الموجود أعلى اليمين لحفظ الاستبانة. ثامنا سيظهر رابط الاستبانة في أسفل الشاشة، ويمكن نسخها وإرسالها الأفراد الذين تريد مشاركتهم في الاستبانة. تاسعا يمكن تعليم ملف الاستبانة في الشاشة المستندات، ثم اختر أمر شير من قائمة الأزرار، واختر أمر إيميل كولبريتر من القائمة الفرعية، وادخل عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين تريد مشاركتهم في الاستبانة في أسفل المربع الحواري الذي سيظهر على الشاشة. ثم اضغط بعد ذلك زر شير ليتم إرسال رابط الاستبانة للعناوين التي تم إضافتها. ثم يقوم الأشخاص بالتفاعل مع الاستبانة والإجابة على أسئلتها، ويتم تسجيل هذا التفاعل والإجابات في نفس الملف الاستبانة، ويمكنك مشاهدة النتيجة بفتح ملف الاستبانة من شاشة المستندات الرئيسية بالضغط عليها. شكرا جزيلا، إن شاء الله نراكم في اللقاء القادم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.